حقيقة المواقف كثيرة كثيرة، المواقف جدا. ولكن ما يحضرني في هذه العجالة اللي هو أصعب موقف حقيقة مر علي وكان مؤلم وقاسي جدا صراحة، هذا الموقف لا أنساه. عندما كنت أدرس في مكة المكرمة أيام الماجستير، وكنا بجوار أحد المطاعم بعد أن تعشينا وخرجنا إلى الباب، وبجواري عزكم الله حاوية أو برميل نفاية واسع كبير، أردت أن أرمي منديلا بعد أن مسحت يدي، فاقتربت أبغى أرمي المنديل إلا وهذه الجنية طالعة من الحاوية. يا لطيف، إيش هذا؟ إلا وهي امرأة من المقيمات في مكة المكرمة. ماذا تفعلين؟ قالت أدور أكل. إيش سوي؟ أنت جنب المطعم. قالت ما يعطوني. ياهو، خاف الله صراحة. كان موقف ألمني كثير في تلك اللحظة. عرضت عليها أجيب لها أكل، قالت لا. انصرفت، طبعا لا زالت الصورة في مخيلتي. رجعت البيت، كنا في رمضان، رجعنا البيت بعد أيام العيد، ذهبنا أنا وأولادي إلى فرح قريب منا، وإحنا راجعين آخر الليل إلا وامرأة تقص الشارع قص، تمشي بخطوات مستعجلة إيش فيه؟ كل واحد منا اسقط عليها ما في داخله. هذا قال رايح لامها، هذا قال رايح تدور مشكله، هذا قال رايح وراها موعد، هذا قال وراها مدري ايش، هذا قال وراها، يعني كل واحد منا اسقط عليها. سبحان الله، صورة المرأة الأولى اقترنت بصورة هذه المرأة التي كانت سارية في آخر الليل مع الساعة 3 3 ونص تقريبا الفجر. منها نشأت قصيدة سر المشوار، شاركت بها الليلة الثانية في برنامج في ERT يومها، اسمه أنت شاعر، مبروك أنت شاعر، فأخذت المركز الأول على مستوى 9 دول في تلك الليلة. فصراحة يعني لها تأثير عظيم في داخلي، وهي من يعني من أجمل ما كتبت بالنسبة لنفسي أنا، وليست الأفضل، لأني أنا لا أؤمن بالأفضل أصلا إنه موجود بعد، لم يوجد الأفضل لحد الآن. سر المشوار. عشية والدروب السيول، وليلة برقها ساري، ركب سيارته مسكين يدور طير نفاري، وقف في حيرته مذهول، غفى لحظة ولاح البرق له طاري، تخيلها حسبها الصيد خطاري. فكلمها غريبة سارية تمشين، وثوبك منصفه مبلول بلطخ بالوحل والطين بظلمة ليل مطاري، ولا ردت. سألها كان لك ميعاد ولك محبوب غداري، إذا باعك بهذا الوقت فأنا موجود لك شاري، ولا ردت. وشدت تقطع المشوار بخطوة نصفها عاري، وصوت الرعد يفزعها ويحميها حمى الباري. لحقها وين ما راحت، عليك الله يا حرمة، عليك الله يا حرمة، قولي لي وين قصدك وين، أبا أعرف قصة المشوار وشيلك وين ما تبغين، فصمتك حير أفكاري بهذا الليل يا خية وصوت الريح صفاري. أوقف لك هنا طارف، وأقسم لك يمين الله عن المعروف ما خالف، فضمت خمسها ترجف ورعشت كفها، قالت إشارة منها مدلول، ودارت وجهها تعصر بقايا ثوبها المبلول، وهو يحلف ومتكلف ويقسم إنه ما يخلف. فردت روح في حالك وعن همي فلا تسأل، فصمتي فيه تفكيري وعن الله لا تغفل، أنا في مهجتي محبوب يعاني من الوجع مسلول، وطول الليل سهاري وأمي نايمة بالطول، وخمس أطفال في داري 3 عمي، والرابع يصيح من الألم جايع، وخامسهم خلق مشلول وتسأل ليه مشواري. ترى بسري قفل ميعاد أدور في بقايا الزاد، وهذا رزقنا المأمول ليطفي جوعنا الضاري، أنا بخشى صدر رعد ولا البراق يفزعني، عباتي في سواد الليل وعين الله تحرسني، ونفسي أبغى عزتها ولا أرضى
حد يجرحني، طريقي زين أعرفها، وهذه بعض أسراري. توكل توكل قبل ما تعرف، تراك أنت ولد جاري، وشوف الباب جنب الباب، ولا أنت عننا داري، تجمل سيبني أسري، فهذا سر مشواري. تلعثم تلعثم وارتطم بالباب، وردد صوته المعلول: أبي التوبة، أبي الرحمة، أبي الغفران، يا تواب. وبلل عطرته بالدبع، تبدل الوضع غير الوضع بدا ينهار. أبي التوبة، أبي التوبة، أبي رحماك يا غفار.